بخيري وبخميري وما خاصني حتى شي حاجه بداري في طوموبيلتي برزقي في البنكه ما خاصني والو. انا بنت خويا بغيت نجلس معاك ونقابلك وان شاء الله فيك. يا مسكينه ضاعت وراه عييت وراه نقولك الصراحه راه ما بقى ادى امل في العلاج. ايوا دور على جنابك وشوف بلا ما تقلب على البراني. انا عمتها دخلي مرحبا بك. عرفتي مسكينه مريضه جيت نشوف. اوه يا خويا الدوبات والزين والاناقه وكيفاش الهضره. كون هاني خويا كون هاني. شتي وفاء غتزوجي خليني كدوي على البارح. ما نقدرش نعيش بلا بك وفاء. انا راه صافي تصدت على قبلك ندير اي حاجه وفاء. ياه وانت عارفه هادشي كامل. دابا زهري ورزقي جات لعندي ونتايا ما بغيتيش. الهضره دخلت لك الراس دابا. شو قيستك من شعرك؟ الشعر ديالك بدا كيطيح. واش انت انسان ولا شنو انتيا؟ انا باغي نتزوج. ارتاحي وما ديري في بالك والو. شوفي اطباء كيدويو حنايا كندويو وكيبقى القرار الاول والاخر هو ديال الله سبحانه وتعالى. شوفي تيديري امالك في الله وان شاء الله هاد المرض هذا دابا تشافيه منه. يا ما مرضوا بهذا المرض الخايب ومن بعد ولاو بخير على خير وبحال ما كانوش مرض بحال كانوا كيكذبوا. انا راضي بحكم الله وجات من عند الله مرحبا بها. شوفي انا راه معاك وما نفوتكش ولكن حاليا ما دابا تشارك عارفه انا الخدمه ديالي كل مره في كيلوحوني وما يمكنش حالي ما نخلي الخدمه ونبقى جالس في الدار. الا بقيت جالس ما غاديش نلقى باش نديك الطبيب وما غاديش نلقى باش ناكل ونشربوا. خاصنا نشوفوا شي وحده اللي غادي تقابلك. صح عندك الحق انا مابقاش عندي الجهد ومابقيت قادره ندير والو في الدار. احسن نشوف شي وحده ولكن ما كاينش الثقه يا نبيل. انا ما عندي حتى شي واحد في العائله راك عارف. هي راه ما بقاش الثقه ولاو دابا كتجيبي الخدامات كيجيو عندك للدار يوليو يشفروا لك ويديروا لك في المشاكل وما عرفتش شنو نقول لك. حنا دابا راه مضطرين نجيبوه. انا الصراحه ما غنثقش في شي وحده اللي ما كنعرفهاش حيت هذا الوقت اللي ولينا فيه ولات كتخلع. كاينه غير عمتي ولكن واخا كانوا عندها شي مشاكل هي وبا الله يرحمه لكن انا مضطره باش غادي نعيط لها ونقول لها الا بغات تجي تقابلني. ايوا تجي مرحبا بها. انا ندير لها خلصه من شهر لشهر والحاجه اللي خصها نجيبها لها. الاهم عندي انا هي تقابلك انتيا وتخليك خاصك حتى شي حاجه ملي نكونش انا كاين في الغياب ديالي. انا غادي نحاول نقنعها باش تجي تجلس. خاصك شي حاجه نجيبها لك ولا نصاوبها لك؟ لا ما خاصني والو. لا ضروري غنوضوا لك شي حاجه ناكلو انا وياك. راه حنا من الصباح حنا كتقولي اسمح لي واش انت في عقلك؟ راه حنا النهار الاول ملي تزوجنا درنا وعد على بعضياتنا باش شي واحد ما يخلي لها. صراحه انا قلت طلعتي معايا راجل كاين اللي غير كيعرف مرته مريضه ما كيعقلش عليها. لا لا خطاك عليا. انا نوضوا لك شي حاجه. خايفة غير مبقى معذبة معايا على الخاوي. جيتي بيني يدي بنت خويا كاع داك الشيء اللي دار باك غتخلصي تيا. غادي نوريكم وفا شنو كتسوى وديتو ليا كاع رزقي واحد واحد غتفيكم غيخلص. بلاتي خويا لاباس عليك؟ كي بقيتي شويه مسكينه. يا ربي الله سمحي لي غلطتك معايا. لا يا بنت خويا ما تقوليش بحال هكا. راه واخا بيناتنا المشاكل مع باك الله يرحمه راه كتبقاي بنت خويا وخاصني نجي نقابلك وملي عاودتي ليا ضريتيني في خاطري. انا قلت محال واش غادي تبغي تجي. لا حيت الصراحه عارفه دوك المشاكل اللي كانوا طراو. لا لا ما ديريش بال تعالي ندخلوا نكملوا الهضره. دخلوا مرحبا بك. مرحبا بك عمتي. يخليك تبارك الله شي قاعده عايشه فيها بنت خويا. هو دار على قد الحال
نبيل مسكين راه ما كرهش يعيشني في قصر. هو ورتي 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 باكي حرمني منه راه درك كتلعبي عليه راه شرب مع عمتي. لا لا ما قلت لك والو، قلت لك والله يعطيك صحيحتك باش تكوني في دارك. وفين هو راجلك؟ مسكين في الخدمه. شوفي عمتي عمتي ملي غادي تقابليني ما يخصك معنا حتى شي خير. قلتي ليا جاك الكونسير ياك مسكينه، وكديري دابا في الشيمي مسكينه. يلا بديت دابا. يلا بديتي. اي والله يشافيك الله يشافيك. امين عمتي. الصراحه انا ملي بداني هذا المرض هذا وليت كنحس بالدوخه وطاحت مني 10 كيلو. راك شفتيني كيفاش كانت تبارك الله، ولكن هذا الشيء ما كيهمش غير صحيحتي ترجع ليا ان شاء الله. ايوا بنت خويا الله يشافيك، راه كيقولوها الوالدين كيديروها والدراري اللي كيتقدموا فيها، ولكن ما كاين باس حنا ولاد اليوم. باقا ما نسيتيش عمتي؟ باقا هكا في قلبك ياك؟ لا انا كل ما نسيتش ما نجيش عندك اليوم. وصافي خلينا من هادشي كامل. دابا انت فاش غتقابليني انا عارفك غتخلي دارك وغتخلي خدمتك وشحال من حاجه. ولكن راه قال لي نبيل غادي يدير لك واحد الشهريه كل شهر. وعلى انا حبيبتي مخصوصه؟ ياك انا بخيري وبخميري وما خاصني حتى شي حاجه بداري في طوموبيلتي برزقي في البنكه ما خاصني والو. انا بنت خويا بغيت نجلس معاك ونقابلك وان شاء الله فيك حيت نشم فيك ريحه خويا الله يرحمه. ولكن حشومه انت غتبغي تاخذي شحال من حاجه؟ لا لا انا اهم عندي انك تصحي. فين هو راجلك؟ فين هو راجلك؟ في الخدمه. والمهم انا غادي نوض ناخذ البيت اللي في الطرفان الليل هي كيبان لي زون غادي ناخذو. واخا نهار خويلك. يلا شكون؟ وقيله غلط. واش هذه دار حليمه؟ اييه هذه دار حليمه. شكون انت؟ ها شكون انت؟ صاحبتها. دخلي دخلي راه كاينه مرينه. انا عمتها. عمتها. دخلي مرحبا بك. عرفتي مسكينه مريضه جيت نشوف. دخلي عند البيت. يا دابا نطلع في عينيها بحال هكايا. الله يا ربي. الله اختي حليمه كيف بقيتي؟ الحمد لله اختي. الله يخطيك عليا. الله يشافيك اختي يا ربي تشافيك. بقى في الحال اختي بالله. بقات فيك الحال صاحبتك. انت مسكينه مقابلاني ومخلياني خاصاني حتى شي حاجه. اول مره غنشوف عمتك عندك. تبارك الله عمتي راه باقه صغيره كتبان بحال اختي. تبارك الله تبان باقه صغيره. مرحبا بك. انتي صاحبتك اختي معاها؟ انا صاحبتها من الصغر وانا صاحبتها. ايوا مزيان. تبارك الله صلى على النبي. ما مزوجه ما والو؟ لا لا ما مزوجهاش. وقيلا شي تقابلي حليمه انا راه مفضولياش غتبغي نعرفها كان. هانتي انا غادي نقول لك كلشي. كي شتي بنت خويا خويا الله يرحمه الله يرحمه هي عزيزه عليا ومسكينه مريضه وعيطات لي وقلت نجي نقابلها. اي والله يثبت الاجر يا ربي حليمه الله يعمرها دار. دار عبد الله من احسن صحابات عندي وربي اللي شاف. قولي ليا وانتي مزوجه ولا مخطوبه ولا عسري باطير؟ حمتاش ملي قلت صوابه غير كنسولو صافي. لا ماشي سيلي باطير تنطير. كاين كسان وخويا في الدار ولكن خاطبني واحد الدري كاين في برا. هي ما بغاتش دابا تزوج، بغات تكمل الخدمه ديالها وتحقق شحال من حاجه. صغيره. اي والله يكمل عليكم بخير. يا ربي نخليكم مع صاحبتك نمشي نعمر لكم شي كويس. لا ما تحدي راسك بقى جالسه. لا مرحبا بك جيتي عند صاحبتك مرحبا بك. الله يخطيك ان شاء الله. مالك حليمه اختي ما نكذبش عليك، خويا كبر وعمتك زوينه والذهب وانيقه اختي راه سطاتني الصراحه. هي مهاليه في راسها. اجي نقول لك ما تستهدريش ليا معاها تزوج بخويا اكبر خطبه نجيبها لها. ايوا مرحبا بصح قال الحاجه اللي فيها الخير مرحبا واللي غتجي من جهتك كوني هانيه. على عرفتي بحال هاد الماركه هادي ما بقاوش نقارضوا. تبارك الله حادقه باينه فيها. اي حاجه قلتي ليها هي معاك. حليمه حيد عليا خمشي نعلم خويا
صافي ما تشربيش حتى شي. الله يجيب لك الشفاء وعيدكم الزينه. ماشي ديالك تجي انا اللي غيكون ديالي حتى انت غنبدا لك تجي الاول غتكون ديالي ان شاء الله. نبيل نبيل حليمة؟ لا لا ماشي حليمة عمتها لالا وفاء. بقيت شي ناعس بزاف وقلت نفيقك الا كنتي محتاج شي حاجه. مع الخدمه والعيا عرفتي راه ما بقيتش حاقه على راسي. جيتي زوينه تبارك الله. ربي يخليك شكرا لله الله يخطيك. اصلا انا زوينه وباقه صغيره وباقه عطيه للعين راه حليم عزيزه عليا قلت نجي نجلس معاكم شي ايامات حتى تصح. انت تبارك الله راك باقه صغيره ولكن حليمه حليمه فين هي؟ فين يا حليمه ما قلتيش لي اصلا فين مشات وفين جات؟ وات جلس جلس حليمه مشات مسكينه راك مش عارف اليوم عندها الحصه ديال الشيمي في السبيطار وما بغيتهاش تقول لك نمشي معاك خليها تعاول على راسها حيت انت معذب وتامر وداك الشيء. ارتاح اش بغيتي تمشي حليمه؟ خليها وحده ما عارفاش. خليها حليمه حياتها مسكينه ضاعت وراها عيات وراه نقول لك الصراحه راه ما بقى عندها امل في العلاج. ايوا دور على بجنابك وشوف بلا ما تقلب على البراني. شوف كيما كيقول واحد المثل خيرنا ما يدي غيرنا وهي مسكينه غدا ولا بعدو تموت المهم تلقى لي شي بلاصه. صراحه ما والله ما عرفتش من نقول. مالك مالك تي الصراحه هاد الايامات ملي جلستي معانا وليتي كتقابليني وكتهتمي بيا والحاجه اللي كنبغيك تحضري عليا طبيعه الحال هادشي كان ناقصني. خاصك تعرف بلي كل ما دخلتي ليا انت لخاطري راه كاع ما غندير مع مرتك هادشي صح. والصراحه انا الراجل كيبغيتها هو الاهتمام ماشي غير المراه. اييه وانت باقي صغير وغطي ولا كان عندك فارق السن بيناتنا غيشكل لك مشكل. ولكن واحد الحاجه ما نبغيش حليمه تعرف شي حاجه على داكشي اللي غيولي بيني وبينك اولا اللي غيوقع بيني وبينك. صافي واخا انا غادي نوجد لك ما تاكل والمهم هادشي يبقى بيناتنا راه القلب وما يريد هادشي اللي كاين. صراحة زوينة وعاطية للعين حليمة هاد اليامات مرضات وشعرها ولا كيطيح وحتى حاجة ما بقات فيها كتعجب. خليك ترتاحي انا غنمشي نضرب دويره اختي قنط قلقت في الدار وقنط تبغي نخرج غير شويه غير شويه. هانتي شوفي سيري دخلي 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 لبيتي دخلي لبيتي تنخرج تنخرج ونضرب دويره ونشم الهواء وغنرجع نشوفك. يلا خليك الراحه. بعد حسيت براسي تهنيت وارتحت. انا بغيت نخرج وعقت بك تبعتيني انا راه كنت بغيت نقولها لك ولكن شتا كتعلم قلت صافي بلاش. يا ربي السلامه فين ما كنمشي للسبيطار وكتجي كتبقى تعكز وتبقى تقيس في الحما وتخوت كرهت وكرهت الصوت ديالها. خويا بابا عرفتي تفنتي حياتك كنت مزاف. لا لا ما اظنش تفنتي حياتي حيت انا باقي صغير وباقي الزين قدامي وحدايا. ايوا حل عينيك مزيان غيبان لي. بصراحه بان لي حيت انتيا خرجتيني من الاكتئاب كنت مريض ومعصب
والله الا كنت غير صابر ملي جيتي انتي حياتي تقلبات كلشي تبدل. هو مازال غتشوف معايا بزاف ديال الحوايج الزوينه حيت انا صيفطني لك سيدي ربي باش نخرجك من الازمه اللي انت عايش فيها. الله يخليك عليا يا ربي. اسمعني دابا نساها وخرج من بالك، حنا خارجين باش نديفولا ونساو الهم والمشاكل. فين بغيتي نمشيو؟ ديني للبحر. نديك للبحر. بغيت نشم الهواء وبغيت نعيش الرومانسيه معاك. نمشيو نبدلو الجو، اي حاجه بغيتها ولا حليتي عليها فمك الا وانني غتلقيني من وجهك. انا بغيتك انت صافي. يا الله ويلا اخويا ويلا وناني شحال ثقيل ساعه وانت تفتش في شعرك تقول غادي نعز. اش بغيتي؟ نجلس ديك انا اي موضوع تنفتحو معاك. نجلس راه جي برك موضوع باقي سخون بميكسو. شنو هذا الموضوع هذا اللي ميكسو الفان ديالو تلفتي يا ما تبقينا نفراجو وخلينا نسبعو الموضوع. ما نكذبش عليك اخويا انت اللي غتبقى في الرادي وانا غدا وتغدا تيقولوا الدار ديال البنات خاويه. قايت لك واحد بنت الناس اخويا راه شي حاجه عارفه. قايت لك بنت الناس وبغيت نجوجك تي امي وراك عارف الوالدي الله يرحمهم بقيت انا وياك اخي حط الراس على الراس. وهاد خيتي قلتي لي عليها البرد البرد فعلا زين تحل الباب هي اللي غتكون لك. زعما 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 انت اخويا دير لي خاطر عيتك الله يخلي لك الله يرحم لك المرحوم ويخلي لك ديك انا يا اختي اللي بغيتي انت هي ولا حب خاطرك انا معك. صافي صافي كون عندك بعدا ثقه. اوه يا خويا الدومات والزين والاناقه وكيفاش الهضره كون هاني خويا كون هاني. صافي خليني انا معاك راه قايت لي انت موجوده قول عليا وانا معاك. يا قلب بنات ما كاينش واحد باش يتزوج انا عارف لك صحاباتك عندك كيديروها في النار انت تيديس. الحمد لله ربي بعد اخويا حنين فيا وتسمع كلامي ونمشي نوجد راسي ونمشي عندو. خويا الحمد لله بعد ما لقيتي عمتك في جنبك صافي طيب الريحه هاطيه من الكوزينه الله يعطيك الصحه. تعالي تاكلي يا بنت خويا كتباني ما واكلاش. عاد عالي عاد عالي وكولي السيدة دايرة هادشي كامل على قبلك ومقابلك ديري لها خاطرة وديرها البنت وكولي راه عمتك هادي راني صايبالك على حقها وطريقها هكا سيدي نبيل. كولي 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 دوي معاك عمتي. قولي خويتي كولي وتقولي كولي ودوي. ناضي يا بني صاحبتي منى. اها مالها؟ شافك شحال من مرة ورا ناويك المعقول. حلالك 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 مالك يا نبيلة؟ شكي تقولي؟ شكي عارفة تقولي ولا شنو؟ وفاء ما عندها ما دير بالزواج اللي تزوجوا طفروا أو لا؟ أنا؟ وزيدوني لا تزوجات هي شكون غيقابلك أنت هي وشكون غيهزك ويحطك؟ أنا راه ما نقدش عليك أبد الناس نقول لك في وجهك شو دابا تمن شعرك ولا يطيح؟ طيبي ليا دير لي شي توكير ماشي مشكل ماشي مشكل قالت لي تعيش حياتها وقالتها لك واش هي قالتها لك السيده جايب لنا وطيب لينا ترى ما عمرك لقيتي شي وحده بحالها باقا ما قالت والو نبيل. ها اش قلتي يا عمتي تمشي تزوجي وتستقري وديري دارك اش بالك نبيل؟ انا بان ليا ما عندك ما ديري بهذا الزواج انت راك عارف الرجاله ديال اليوم هاكي يديو الدريات يتكرفصو عليهم ويلوحوهم في الاخر. ايوا صافي تشال من بعد نفكر في هادشي وصافي هذا حل. خليك تفكري على خاطرك وزيدو نقول لها هاد اليامات باقي ما كتفكرش في الزواج هي راه داك خوها شافت السيده كتحرك وتدخل من اللي يديها الفلوس كحله وبغات تجيب خوها تلصقو فينا. ما عرفتش يكون فيها ماشي مشكل كل كل نبي كل كان دير في بالك والو سواج كل يا بنت خويا عفاك وانا مجوج. نعم نبيل. لا والو الله صليت فيك يا سيدي استخفي ستاتي عندي واحد بيت الماء اخ يا لح يا لح يا لالا يا لح يا لح يا لالا يا لح يا لح يا لالا. وفا لا لا ما تجري حال الموقع ليش حاجة شي كنتي ولكن مصطي ولا شنو؟ مالك؟ اش من زواج ولا ما زواج؟ واش تي وفاء غتزوج واش خليني؟ كدوي على البارح؟ ما نقدرش نعيش بلا بيك وفاء، انا راه صافي
تسط على قبرك ندير اي حاجه وافا ياك وانت عارف هذا الشيء كامل. دابا زهري ورزقي جات حتى لعندي ونتايا ما بغيتيش. وافا واش انت مصطيه واش هذا الشيء كامل اللي دوزنا مع بعضياتنا وانت كتقول لي رزقي؟ انا راه ما نخليك تزوجي بحتى شي واحد. يلا تزوج بيا انت. كيفاش تزوج بيا انت؟ نتزوج بك انا، ولكن كيفاش غنديروا الحليمه؟ حليمه غنهبطوا دابا انا وياك وغنواجهوها وغنقولوا ليها الشرع عطاك ربعه وزيدون انا ما بغيتش الضره تبقى معايا في الدار، غتهبط وغنجريو عليها وغنبقى انا وياك وديك الساعه نتزوج. علاش ما نتزوجش انا وياك ونخليوها هي بلا ما نجريو؟ لا لا انا اللي كنقول لك داك الشيء العائله والجيران صافي انا ما بقيتش معاك غنمشي نتزوج. لا لا صافي الحاجه اللي بغيتيها انا معاك فيها. يلا هبط انا جاي. انا هي الاول. يلا هبط. انا حالفه تنتقم منهم واحد واحد. انت ضحيه تحب راسك بيك انت راه ضحيه. حليمة حليمة تقعدي تقعدي بغيتك تقبسي في الروضة واش تي فما نخلقك ناعسة فما نخلقك مريضة فما واش انا مزوج بك انت ولا مزوج بمرضك؟ شو الناس ناس مزوجين بالعيالات يضحكوا معاهم ويشدوني في يديهم ويقولوا لي من الكلام الزوين وانا من نهار عرفتك من الناس وانا انت مريضة انا راه عايش منك وعايش من مرضك وعايش من الدل ديال اللي عايشوا معاك. غادي نكون مريضه وتسمع امك ولا غادي نخلي دار بوك؟ سمعتيني ولا ما كتسمعينيش؟ شوفي نبي تبدلتي معايا وليتي كدوي معايا بالطريقه هذه. شوفي انت مريضه واش انت عبد الله اللي فما كنعس حداك تغوتي من هذا القنت وتشدي من القنت الاخر وشعرك كيطيح؟ انا راه عييت منك يا بنت الناس. انا صافي كرهتك وكرهت هذيك العيشه كامله اللي عشتها معاك. صافي عييت برك عليا هذا المرض هذا واش انت بغيتي تزيدنا نبي لبهمك؟ انا شنو درت لك واش انا اللي اختاريت نكون بحال ما هكا مريضه؟ هادشي دابا فمك قلتيها نتي وعيتي من المرض ديالك. شوفي اختي الا كنتي انت عيتي من المرض ديالك خليني نعيش حياتي راني باقي صغير راني في السن ديال الزهور وتضيعيني وتضيعي راسك وتضيعيني معاك. واش سمعتي هاد الهضره؟ واش هاد الهضره دخلت لك الراس دابا؟ شو قيستك من شعرك الشعر ديالك بدا كيطيح؟ واش انت انسان ولا شنو انت؟ انا شفتي عندي درت لك. شوفي انا باغي نتزوج يا كنابيل كيما باغي نتزوج عمتي شوفي نبي شنو كيدير لي باغي يتزوج بيا يتزوج بك من حقه لا 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 باغي يتزوج بيا ياك عمتي ياك عمتك انت مزيتي تقابليني ياك باقا صحيحة وباقا زوينة وباقا عاطيه العين ومسكين هو باغا تضيعي في شباب وخالنا ما يدي غيرنا. شوفي كاع داكشي اللي كنتي منقصاني منه كاع داكشي اللي كان خاصني انا كراجل عوضت لي هاد الانسان هاد. دابا انا غدا فهمت علاش جيتي باش تقابليني انت ماشي على قبل هادشي هذا ماشي غير حبا فيا ولا حسيت باغا دير الخير. حدك تم وبعدا حاجه اخرى غتخرجي تعطينا اتساع حيت هاد البلاصه هاد الدار غتولي داري. يلا خرجي مع الباب وهزي حوايجك الله يعاونني ويعاونك وهذا راه غيولي راجلي سمعتيني؟ الخروج انا ما عندي حتى شي واحد في السبيطار. ماشي السبيطار يشدك اصلا انت مريضه عايشه في السبيطار. عندك فين غادي تمشي؟ حيت انا اصلا لقيتيني دويت لك مع واحد الناس غادي نمشي لواحد السبيطار ديال الامراض ديال السرطان. يلا يلا علاش كتشرح ليها؟ يلا خرجها خرجها ما عندنا ما نديرو بها واخا شي عطيني شي ساعه وما كنحملكش درتي لا طاسيرتك لا تريكتك. نبيل الله تبعك عرفتي غنخرج ليها غنتفها غادي نشدها غادي نتفها كاع داكشي الغل اللي عندي من ناحيتها غادي نخرجو عليها. صافي سكتي دابا انا حسيت براسي مرتاح في الدار هذا غنحس براسي بخير. اسمع اش غنقول لك بلاتي ما نطلعش عند الناس بحال هكا تبان ليا مرعود ومخلوع راه تعارف هذا. دابا راه حيت انا ما والفش وقلت لي خليني نجي نحسن ونلبس حوايجي ونخلي نزيد شي عليا دغيا. شوف اخويا انت من الحلوى نسيتها في الطوموبيل والسكر والكادو اللي جبنا لحليم. انا غادي نمشي غنجيبو. كتقول لك وافا قلت لك حليمه. انا غادي نمشي غنجيبو عندك تكون هاد خيتي شي وحده قبيحه ولا انت عارفه لي الله يعمر هاد راه بريويشه مسكينه. حليمه عارفه الدريه مالكي حليمه مالكي مالكي ياك مريضه عندك واش كنت عارفه صاحبتك هديه هديه عمتها وافا عمتي هي درت فيا هادشي كامل. كيفاش فهمت فهميني؟ كنت كنصحاب هادي تقابلني وغادي تحن فيا. حبس اخويا. سير ولاكس سير ولاكس. عمتها هي اللي بغات تخطب ليك ما فهمت والو. ياكي يا نبيل صافي.
دخلتي غير على قبل الغدار وغتنتقم مني. هادشي كنتي كتقول لي راه ضريفة. كيش اخويا داكشي اللي شفتو بعيني راه ما يمكنش. اش غتشوفي اش عندك ما تشوفي؟ هادشي علاش خرجتي لي بالدار علاش؟ ولي جرب عليا بجوجو. عرفتي شنو ديري اختي؟ يلا معانا للدار مرحبا بك. واللي تقالت عليك فافز علينا. وسير الماكينه تبدا وغندير لك احسن محامي. لا ما نبرزتكم معايا. يلا معايا. يلا كنا جايين نخدموا حنا. الله ياخذ فرحك. زيدي اختي زيدي. دابا مشات في حالتها ياك بغيت نقول لك خاصنا نحيدو من هنا خاصنا نبيعو الدار. عندي شي مشكل انا عندي اي حاجه بغيتي نديرها حتى من غدا. غنبيعو الدار ونحيدو من هنا وما يعرفوناش فين مشينا وغتشري لي شي فيلا ان شاء الله وغدير لي في سميتي وغادي نعيشو الحياه انا وياك. ما عنديش مشكل اي حاجه بغيتي انا نديرها. صافي هي مغدره شغله بالي وخليتي لا مرا كليتي مالي ودبلت نهارا هاني بالي وراك يشوف مولانا